بعض الناس في الدعاء، الدعاء عبادة أو عادة أخواننا؟ والله عبادة. إذن العبادة تقبل بماذا؟ إخلاص، ها؟ متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء، علمنا أو لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ما قال أنا أفضل خلق وعربي وعرف اللغة العربية وعالم وكذا إمام، صح؟ عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول، فابتدعوا لنا أدعية وتجيك في الجوال هذا دعاء فلان بن فلان العالم الفلاني قال به، واللي ما ينشر هذا الدعاء يخسر وتحصل له حادث والتاجر خسر والمقاول طاحت العماير. طب هذا ما في كتاب الله، يعني ما حد قاله في كتاب الله نقوله في دعاء فلان بن فلان، وهذا يخاف ينشر 20 شخص. طب ايش الدعاء؟ لعله خير. يقول لعله خير، كيف لعله خير؟ لا ادري. او يقول الدعاء ايش يقول هو؟ والله انا نسيت. يقول اجعلني عند باب الجنه. باب الجنه يعني انت تدعو من؟ تدعو الكريم الملك، صح؟ تدعو الله وتقول يا رب بواب عند باب الجنه. من علمك هذا؟ من اين لكم هذا؟ بواب عند باب الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة. أنت تطلب الغني، أو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، كأن يقول هذا الأمر قد يكون عظيم على الله، أعوذ بالله هذا ما عرف الله، ولكني أسألك يعني أعطيني نص المصيبة. كثير يدعو بهذا ولا لا؟ إذن الدعاء عبادة أو عادة يا أخواننا؟ علموني. عبادة. إذن لماذا لا ندعو بيدعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي دعاء تريد، زوجة، أولاد، سيارة، عقار، جنة، تجد له أصل في الكتاب والسنة، صح؟ يا رجل دعاء واحد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في مالي، في بدني، في زوجي، في ولدي، في الدنيا، في الآخرة، في القبر، والله تتعب حياتك كاملة لن تجد مثل هذا الدعاء. أو اللهم إنك عفو توحيد، تحب العفو توحيد، فاعف عني توحيد، ثناء على الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.